بشيت رواندا لأن شغلي بربطني بالحاجة الموجودة في رواندا هناك. وجدت واحد من مهندسين للتحول في رواندا خبير سوداني جاي بسويسرا وهو الأحدث كل يعني التنافر العرقي والعنصري الذي خلق من زمن الاستعمار الفرنسي ده تم معالجته بطريقة راقية جدا بحيث أن الدولة بقت في حالة توازن عالية جدا ودرجة نمو يعني مقبولة وفي حالة استقرار أمني ونحن زي ما عارف يعني السودان ده يعني بلد تنوش المنازعات غير يعني خليك أنه يطفوا على النزاع الحزبي والسياسي أساسا في نزاعات قائمة في السودان وعندنا إشكالات كبيرة بدأ ننتبه أنه نعالج إشكالاتنا دارين نعبقها بالتنافر بالفرقة بروح الانتقام والأحقاد وهذه يعني أنا أفتكر أنا في اعتقادي الجازب أن هذا نوع من المراهقة السياسية التي يجب أن نتجاوزها.